ولفقرة فكر فن أعزائي المشاهدين اخترنا لكم اليوم بعضا من لوحات الفنان ياسر الصافي، وهو تولد مدينة القامشلي عام 1976 وحاصل على إجازة ودبلوم دراسات عليا من كلية الفنون الجميلة قسم الحفر والطباعة في جامعة دمشق، لنشاهد بعضا من إبداعاته. الإنسان في فن ياسر الصافي هو بمثابة الحركة التي تؤدي إلى خطوط محكومة بتوازنات السطح، كأن نرى الرأس الذي جاء كوزن مدروس لحفظ توازن رقة الشكل وهشاشته، وصولا إلى أن الشكل هو مساحة غير محدودة من توالدات الخطوط، كما لو أننا أمام حائك خيوط نتغلغل في مساحة نسيجة لتحيلنا إلى إيقاعات متنوعة ومتعددة لها تحولاتها في مساحة العمل الطباعي والتصويري على حد سواء.